السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة الماد علي للطيور، تحية طيبة لجميع المشاهدين. كان واحد السؤال على القناة وبخصوص يعني هل يمكن العمل أو بداية التزاوج مباشرة بعد فترة بيع الريش؟ بكل صراحة هذه المسألة خايبة وخايبة بزاف. صراحة كنت جربتها في البداية ديالي وكانت كتبين بزاف ديال المشاكل. دونك انا بكل صراحه، ولو دابا الا لاحظتوا معايا الطيور راه تقريبا راهم في الجهوزيه، يعني واجدين، يعني يكفي انني نخدم معاهم باغ اكزومبل غير واحد 20 يوم حتى لشهر كاع وغادي يكونوا واجدين ويبداو يديروا الاعشاش. وكاين كاع بعض الاناث اللي واجده، بحال نديروا في المثل هذه الانثى، هذه يعني راه انثى اللي دابا حاليا يعني كتقلب باش تبني العش ديالها هاد الانثى، ولكن راه ما يمكنش ليا نخدم بها. علاش؟ اول حاجه يعني دابا غادا تكون بدايه فصل الشتاء، ان شاء الله باذن الله تكون هاد العام، يعني الله يعطي لينا قد ينفع كما كنقولوا. غادي يبدا الجو يعني غادا تولي انخفاض في درجه الحراره، يعني غالبا هذوك الفراخ اللي غادا تزاد غادا تلقى واحد المشكل، وخصوصا كيف ما كتعرفوا انا كنخدم على برا، دونك غيكون عندهم واحد المشكل ديال ما غاديينش يقدروا يتحملوا البرد القارس. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، حتى الانثى يعني ملي كتخرج من غيار الريش بحال كتكون شيئا ما منهكه، يعني ما كتكونش قويه بهذيك الطريقه، وخير دليل على ذلك وجميع المربين يقدروا يلاحظوا هذا المشكل. غالبا ملي كتقلبوا الطيور ديالكم يعني مباشره بعد الخروج من مرحله غيار الريش، هاد الطيور ما غاديش تلقى بعض الطيور اللي غادا تكون يعني كتعاني من مشكل ديال السمنه، يعني كما كنقولوا نحنا مشحنوا، غالبا غادي تلقاهم يعني عادي. ولكن ملي كيبدا كيبرد الحال كيوليو كياكلوا مزيان وكيبقاو يعني فتره الراحه، لان غالبا كتمشي ما بين 4 شهور 3 شهور، ولكن اغلب الاحيان كنعطيهم 4 شهور ديال فتره الراحه. هانتوما دابا راه كيف ما كتشوفوا راه شهر 9 تقريبا، في البدايه ديال شهر 9 الطيور عندي سالت من غير الريش، غادي يرتاحوا شهر 9 و10 و11 و12، يعني حتى الجونفي عادي فاش غنبدا نخدم. دونك 4 شهور يعني كافيه باش انت غادا كما كنقولوا غادا تولي قويه، غتولي المناعه عندها مزيانه، غادا تقدر تهز يعني كما كنقولوا شويه ديال لاكريس كتكون مشحمه، وبد ما كانت الانثى يعني مشحمه شيئا ما كتكون احسن في فتره التفريخ، كتكون قويه كتقدر يعني تخدم بها مجموعه ديال الاعشاش، يعني تقدر تخدم حتى 4 الاعشاش وكتبقى الصحه ديالها زوينه. فلهذا يعني من الاحسن وكنقولها وكنعاودها يعني ضروري فترة الراحة. فلهذا داكشي علاش كنقول لكم دائما حاولوا تقتنيوا الطيور بكري، يعني في هاد الفترة بنادم يشري طويرات، إذا باغي يخدم شي نتيوات ما يخليش نديرو في المثل يقول وخلي تا شهر 2 ولا 3 نبغي نخدم عاد فاش نمشي نقتني أنثى، لا، من الأحسن هي الأنثى، هي أحسن حاجة تجيبها يلا غدخل مرحلة تغير الريش وتغير عندك، هذيك كتكون أحسن. ولكن حتى لا خرجت من مرحلة غيار الريش، هل هذه يعني هاي خارجة من غيار، غادي تأكد وغتأسيوري أن فعلا هذيك الأنثى راه دوزات واحد فترة الراحة مزيانة. راه كاينين بعض الإخوة اللي كيخدموا بالإناث وغير يقدر غير يسالي منها ودخل مرحلة غيار الريش عاوتاني ويبدا الخدمة، دونك هاد النوع ديال الإناث ما كتمشيش معاك واحد المدة زمنية طويلة. كاينه واحد الانثى هنايا كاينه في هاد القفص التحتاني، راه الا قلت لكم الانثى عندها تقريبا واحد 8 سنوات، وهاد العام بيضات واحد العش اللي بيضات فيه 6 البيضات وبالستة كلهم عاشوا، اللهم بارك. يعني كاينين بعض الاخوه اللي كنسمعهم كيقولوا راه الانثى عام عامين صافي كتمشي، لا، حيت هذيك الانثى علاش كتمشي؟ ان هذاك السيد اللي خدم بها واحد عام لعامين،
يعني كتسالي التفريخ كتدخل غير ريش واحد شهرين كيبدا يبريباري فيها كيخدم عاوتاني وغادا يقدر يخدم بها جوج مرات في العام. فهذه هذا يعني الصحه ديالها كتمشي ما كتبقاش قادره انها تفرخ. يكفي انك تعطى غير واحد العام ديال الروبو راه تقدر تعاود تفرخ بطريقه عاديه. يلا اخواني اخواتي نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ولو قليل، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.